بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع التذكير بالكيمياء العضوية في جزئها الثالث. في هذا الجزء بإذن الله راح نتعرف على الكحولات للزالكول. الكحولات أعزائي الطلبة هي مركبات عضوية أكسجينية، مركبات عضوية أكسجينية. صيغتها العامة هي ROH. وين يكون OH مع الأخر؟ عرب لي كحول. حيث هذا الـ R هو ماذا؟ هو جذر ألكيلي، هو جذر ألكيلي. أما الـ OH هذه هي مجموعة هيدروكسيل، هذه هي ماذا؟ هي قد نقول جذر كذلك، هي مجموعة هيدروكسيل. وسنتعرف لاحقا على الأحماض الهيدروكسيلية. إذن يعني هذه المجموعة هي المجموعة المميزة للكحولات. هذه هي اللي تميز الكحولات، كي نصيبو او اش مع الاخر يحب يقول كحولات. كذلك نسميها المجموعة الوظيفية الكحولية. كاين صيغة اخرى تكتب عليها، حيث هذا الار الجذر الالكيلي هو هذا جذر الكيلي كنا شفناه في الالكانات. كاين الجذر الالكيلي سي ان اش دو اش دو زان بلوس دو، هذا الكان. لكن كي نديرو واحد هنا يعني نقصولو هيدروجين يولي ماذا؟ يولي جذر الكيلي. وهنا نديرو او اش، هاي او اش، يعني هذا الار هو اختصار لهذا الصيغه. الان نروحوا للتسميه. كما تلاحظون ان اسماء الكحولات هي مشتقه من الالكانات. اسماء الكحولات مشتقة من الألكانات. واش راح ندير؟ راح نقوم باستبدال اللاحقة، استبدال اللاحقة. قلنا اللاحقة هي سوفيكس، سوفيكس اللاحقة تجي في آخر الكلمة. اللاحقة اللي قلنا أن، أن أون فرونسي، بروبان ميتان إلى آخره، بالعربية أن. هذه نستبدلها بماذا؟ باللاحقة، باللاحقة. وشن هي اللاحقة؟ أول، أول. يعني وين تصيب كلمة أول مع الأخر عرب لي هذا راهو كحول. أول هاي بالعربية أول هكذا يعني. وهذه راح تكون أعزائي الطلبة مسبوقة برقم يدل على رقم الكربون الوظيفي في السلسلة الأساسية، ويكون يحمل أصغر رقم ممكن. سنرى هذا عند في التسمية. يعني بصفة عامة هاكي باش تكتب نكتبه، يعني بصفة عامة تكتب التسمية الكان، الكان، ومن بعد إكس يعني رقم، ومن بعد يجي وول. نكتبوه بالأحمر أحسن، وول. ها هو هكذا، يعني ها هي التسمية تاعها بصفة عامة تاع الكحولات بالفرنسي ألكان إكس أول. صح، هذه الكحولات أعزائي الطلبة تصنف إلى ثلاث أصناف رئيسية، تصنف
تصنف الكحولات إلى ثلاث أصناف رئيسية. صح، عندنا الصنف الأول وهو كحول أولي، يعني وهذه تكون تصنف حسب موقع المجموعة OH في السلسلة الكربونية، يعني حسب موقع المجموعة OH في السلسلة الكربونية. صح، إذن قلنا عندنا أولا كحول أولي أو كحولات الأولية، كحول أولي بالفرنسي يسموه الكول بريمير، الكول بريمير. صح، وقتاش نقولوا أنه كحول أولي؟ إذا كان الكربون الوظيفي يكون مرتبط بذرة كربون واحدة أو مرتبط بذرات هيدروجين فقط. إذا كان الكربون الوظيفي مرتبطا بذرة كربون واحدة أو مرتبط بذرات هيدروجين فقط، هنا نقدر نقول أنه كحول أولي. مثلا ها كيفاش نعطيك مثال، مثلا R اللي هو الجذر الألكيلي، ومن بعد CH2 ومن بعد OH كذا، أي صيغة تاع الكحولات نقدروا نكتبوها، يعني هذه راهي على الشكل هذا، شوف R بعد هكذا بعد هكذا بعد OH، كذلك نقدروا نكتبوها على الشكل هكذا، ها هي C وهنا عندنا H، هنا عندنا H وهنا عندنا R و OH، أي R CH2OH، يعني هنا مفصلة، هذه صيغة مفصلة وهذه صيغة نصف مفصلة، وهذه الصيغة توبولوجية. صح، نأتي الآن إلى الكحول ثانوي، كحول ثانوي أو بما يسمى الكول سيكوندير، الكول سيكوندير، هذه تنقرا سيكوندير، ماشي بسي، ماشي سيكوندير، سيكوندير. صح، وقتاش يكون الكحول ثانوي؟ إذا كان الكربون الوظيفي يكون مرتبط بذرة هيدروجين وجذرين ألكيليين، إذا كان الكربون الوظيفي مرتبطا بذرة هيدروجين هيدروجين وجذرين ألكيليين. صح، كيف مثلا عندنا هاكا نطلع شوية الصبورة، هاكا عندنا CH هذا الكربون الوظيفي يكون مربوط بجذرين ألكيليين
ار دو ها هو و بذره هيدروجين ها هو او اش هكذا. هذه نقدروا نكتبوها على الشكل هكا، اي الشكل الصيغه المفصله سي ار واحد ار اثنان اش و او اش. هنا راهي باينه، لاحظ مرتبط بذره هيدروجين وجذرين الكيليين يعني ار ان ار دو وزائد مجموعة الهيدروكسيل. أما التمثيل الطوبولوجي نقدر نديروه على الشكل هذا، ها هو R واحد لا هنا نهبطو شوية لتحت هكا R واحد هكذا و OH و هنا R اثنان يعني سي اش. سي اش تجي هنا في الوسط، هنا هذه تمثل هذه هي السي اش. عندنا كحول ثالثي، كحول ثالثي ما يسمى بالفرنسي الكول، الكول هذه سي تيرسيير تيرسيير هكذا. وقتاش يكون الكحول الثالثي؟ يكون الكحول الثالثي إذا كان الكربون الوظيفي مرتبط بثلاث جذور ألكيلية، إذا كان الكربون الوظيفي مرتبط بثلاث جذور الكيلية. ها هي كيفاش؟ لاحظ ها هو الكربون الوظيفي صح مرتبط خلينا هذا الجذر الهيدروكسيلي مرتبط بالجذر الألكيلي واحد، الجذر الألكيلي R2 والجذر الألكيلي R طروة. يعني الطوبولوجيا نقدر نمثلوه كي من هكذا هكذا، يكون هنا او اش ار ان ار دو و ار طروة. لنرى الان بعض الامثلة على الكحول الاولي. لاحظ قلنا شوف الصيغه تاعو كيفاش يكون الكحول الاولي. لنرى نجو منا نشوفوا بعض الامثله. مثلا عندنا سي اش طروة او اش، سي اش طروة او اش صح. لو جيت الرقم كاين واحد فقط، واحد رد كربون وحده، إذا كيفاش نسمي هذه؟ مي واحد ميث، ميث، إذا ميثانول، لأن كاين الأو أش، إذا نسميه ميثانول، ميثانول، لا ولا هنا ميثانول هكذا. نعطيك مثال آخر، مثلا سي اش طروة سي اش دو او اش او اش. شعر عندنا هنا لاحظ واحد اثنان، هي في الحقيقة الاو اش هذيك تنكتب هنا، لاحظ هي في الحقيقة الاو اش تكون هنا، هاي وين تكون او اش في الحق تنكتب هكذا صح. هنا انتبه وين راه لاصق هذاك الجذر هذا، لاصق في الاثنان، اذا اث هو اثنان، اذا كيفاش نقولوا اث ايثانول اي
ثانول، فيه ال او اش كحول هو، اذا ايثانول، ايثانول. هاك زيد نشوف مثال اخر، مثلا ايه صح اي جاتني فكره، سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 او اش. صح انا نكتبها طريقتي هذه، هنا او اش رقم ذرات الكربون، واحد اثنان اثنان وثلاثة. صح انتبه، ترقيم خاطئ. لماذا؟ لأننا نبدأ الترقيم دائما من الكربون الضعيف سي اش دو، إذا من هنا واحد اثنان ثلاثة. إذا هنا لهنا الأو اش وين لاصقة؟ لاصقة في واحد. صح شعال كاين، كاين واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة بالفرنسي كيفاش نسموه؟ نسموه عفوا الترقيم حتى هنا راني غلط، هاكا يجي بسيط، يجي واحد واثنان اث اث، انه كاين اثنان هنا كاين ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واش نقولو؟ بروب، بروب هي ثلاثة، بروب بروب ان بروبان بروبان ثلاثة، ومن بعد نديرو هكذا، ومن بعد واحد، ومن بعد اول اول كيما قلنا يعني بروب، كنت قلت لكم صيغة بروبان، ومن بعد نديرو رقم واحد، ومن بعد اول هكذا باللغة العربية. أنا كنت كتبتها لكم في بداية الفيديو هكذا، الصيغة هي الكان ومن بعد اكس يكون رقم، ومن بعد اول هكذا. يعني هذو كامل كحولات أولية، هذو اللي هذو اللي درناهم هنا، هذو هذو واش قلنا؟ كحولات أولية، كحولات أولية. لنرى الآن مثال على كحول ثانوي، كحول ثانوي مثلا عندي سي اش 3 سي اش سي اش، وهنا تجي او اش او اش، وهنا سي اش 3 سي اش 3. صح في هذه الحالة لاحظ سي اش 3 سي اش 3، هنا الترقيم نبدأ منها واحد اثنان ثلاثة، او تبدأ واحد اثنان ثلاثة، يطيح لك دايما في الاثنان في الحالات هذا، انتبه. اذا هنا مادام كاين ثلاثة، اذا بروب، اذا نقولو برو بان برو بان، كاين تيري من بعد يجي الرقم، راهو مبرونشي وين؟ في الثاني، اذا اثنان ونديرو اول هذا مكان، هاي برو بان برو بان اثنان اول، هاهي تسمية تاعو، يعني هذا كحول ثانوي، كحول ثانوي هكذا. لنرى الآن كذلك مثال على كحول ثالثي، كحول ثالثي عندنا سي، قلنا يكون مرتبط بثلاث جذور، سي هذا الأو أش، وهنا عندنا سي أش 3، وهنا سي عفوا سي اش 3 وهنا سي اش 3، يعني ها هما ثلاث جذور والاو اش، هنا علاه نسموه كحول ثالثي، هذا كحول ثالثي. صح اذن هنا لو سمينا واحد اثنان، يعني لو درنا تسمية بتبدأها منا ولا منا كيف كيف، واحد اثنان ثلاثة، كاين ثلاثة، كاين ثلاثة، لكن في الاثنان كاين
واش نقولوا؟ نقولوا اثنان ومن بعد مثيل، مثيل اثنان مثيل، ومن بعد كاين ثلاثة بروبان، بروبان، ومن بعد وين مبرونشي الاول هذاك في الاثنان، اذا اثنان اول يعني هذه مثيل، اثنان مثيل تاع هذه مبرونشيا في الاثنان. ها وعندنا بروبان، بروبان ها تاع هذو كاين ثلاثه سلسله رئيسيه، وعندنا اثنان اول يعني ها هو مبرونشي في الاثنان. هذه هي. نزيد لكم مثال اخر، شوف مليح. مثلا نقول لك سي اش تروا، سي اش، سي اش دو، سي اش دو، سي اش تروا، سي اش تروا، او اش. هنا الترقيم نبدا من الصغيره، سي اش دو اي واحد اثنان ثلاثه، صح؟ انتبه مليح. هنا عندي مثيل، وين هاي هذه، هذه نبدا بها دائما مثيل، وين راهي مبرونشيه في الاثنان. اذا نقول اثنين مي ثيل، شحال كاين؟ كاين ثلاثه، واحد زوج ثلاثه، بروب، بروب، با، بروبا. ما نقولش بروبان دو كذا، لان الاو، الاو اش راه وين؟ راهو في الواحد، راهو في الواحد. اذا هنا نسميها بروبا نول ديريكت، كي شغل كتبت واحد. ها مام حتى تكتب بروبان واحد اول يعني راهي مبروشيه في الواحد، وهذا صحيح. نزيدو نشوفو مثال بالعربيه لربما كاين لي هنا. نقولو اثنين مثيل، مثيل برو با نول، هكذا باللغة العربية. نزيدو نشوفو مثال أخير، لأن رانا مجرد تذكير، وكي نتلاقاو بهم في خلال في الدروس إن شاء الله رانا نزيدو. مثلا نقول لك سي أش تروا، سي أش تروا، سي أش دو، سي سي اش تروا، سي اش دو، سي اش تروا. عندنا هنا سي اش تروا، وعندنا هنا او اش. ها لاح صح، هنا راهي مرتبطه بثلاث جذور، يعني هذا كحول ثلاثي والاو اش. خلينا من هذو، هذه هي السلسله الرئيسيه، سلسله رئيسيه كامل كيف كيف منه من تسمي من ترقم من ولا من، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، صح؟ هذه السلسلة الرئيسية، صح؟ يعني للزوج راهم برونشين في الثالثة، هذه مثيل ثلاثة مثيل، هاي في الثالثة، رقم من ولا من طيح كيف كيف، لأن ثلاثة راهي في الوسط. إذا ثلاثة مثيل، مثيل، ومن بعد عندنا شعال كاين؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذن خمسة بانت، إذن بانت هي خمسة، إذن بان طان، بان طان. وين مبرونشي الأول هذاك؟ في الثالثة، ها هي في الثالثة، أو هذا هو الأول تاع الكحول. إذن واش نقولو؟ ثلاثة وأول، ها هي يعني باللغة العربية ثلاثة مثيل، مثيل، بنطان، بنطان، ثلاثة وول، هذا المكان. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.